اليوم انت تتحاور مع نقابات تعتبرها الشغيله التعليميه انها لا تمثل هذا هنا فين كاين الاشكال مع من تتحاور الوزاره؟ الوزاره اضاعت زمنا طويلا في التحاور مع النقابات وملي كترجع النقابات مع من تتحاور؟ يجب هذا السؤال يطرح منذ البدايه انا ملي نبغي ملي كندبر يعني قطاع لان الحكومه شو. كتقول بانه اذا فتحت مجال الحوار مع التنسيقيات ندخلوا في واحد المنطق ديال قبل ما نفتح انا مع حتى وقبل ما نخرج حتى وقبل ما يكون عندي حتى حاجه يجب ان يكون عندي تصور واستراتيجيه للقطاع الذي ادبره سنعرفه نعرفوا قطاع التعليم قطاع المعنيين بالحوار مؤس... هم... هم... النقابات والنقابات شنو دورها اليوم هي مفرغه تماما واش كاين عندك نقابات لو كانت النقابات تكون حلت المشكل انت خصك تعرف قوه النقابات هل تمثل فعلا هل يثق فيها هل تثق فيها الطبقه التعليميه الشغل التعليميه للاسف ما ثقت فيها والا ما كانت دار تنسيقيات اذا انت عندك النقابات مفرغة هذه النقابات على علتها فرضا ما كيناش هذه النقابات غندخلوا في واحد المجال ديال ديال يعني ديال كما انا لا اقول اننا نلغي دور النقابات انا اقول على انه قبل ان, في أن و... اخرج النظام الاساسي علي ان اعرف على ان هذه النقابات واش تمثل ولا تمثل واش عندها تمثيليه حقيقيه وسط الطبقه التعليميه خصني نكون فاهمها ماشي نخرجوا ونتحاور معاهم وفي التالي يخرجوا لي التنسيقات نقول لي هادوك المنطق هذا يعني شو هي عندها التمثيليه لانه نحتكم الى صناديق الاقتراح افرزت لنا هذه التمثيليه ديال النقابات هذا هو منطقه المؤسسات هذا ما نشوف هذا السؤال اما غنهضروا بمنطق المؤسسات ولا غنهضروا بمنطق هذا السؤال مردود عليه الا دخلنا في هذه الدوامه هذه ديال الانتخابات ومن تفرز وكيف تفرز هذا غادي يجرنا لواحد النقاش بعيد جدا وهو يمثل عمق الازمه وعمق الصغار الحقيقي ولكن اليوم احنا عندنا واقع لا يرتفع انا اللي كنقول على انه النهار الاول كان مطلب صغير النهار الاول كان مطلب واحد هو سحب النظام الاساسي من بعد نسحبوا النظام الاساسي ونقعدوا على طاوله المفاوضات لو كان سحب النظام الاساسي منذ البدايه ما كانت كل هذه الخرجات المتتاليه وما اهدرنا كل هذا الزمن نبرد كما كنقولوا بالدارجه نبردوا الطرح نسحب النظام هذا النظام هذا اللي دار مع الربعة العشية تسلم مع الربعة العشية ولا مع الربعة الصباح ومع العشرة الصباح تمت الموافقة عليه هذا راه طيب لو لو الآن من الذي يتحمل الجزء الأكبر فيما يخص هذه الأزمة؟ شو المسؤولية مشتركة وتتحمل فيها الحكومة المسؤولية الأكبر كنقولها لك القطاع الذي الوزاره التي تدبر والحكومه التي كتشابوتي هذا الشيء كله تتحمل فيها المسؤوليه السياسي يتحمل المسؤوليه والسياسي اليوم مطالب قبل ان يشعل يصب النار على النار الزيت على النار عليه اليوم مطالب بخطاب الاطمئنان لو كان هذاك الاجتماع اللي تكلمت لك عليه اجتماع واللي الاغلبيه وبالمناسبة ما حضرته ما حضرتوش كموقف ما حضرتوش لماذا؟ لانني عارف على ان المخرجات دياله ستكون هكذا كان عليهم في هذاك الخطاب في هذاك اللقاء كان يكون سمعنا بان الحكومه موقع قوه وسمعنا بان لا نحن حسب. ماشي شوف نحن اليوم نحن في بلد نحن في وطن ما كاينش شي واحد في موقع قوه موقع قوه هو شوف والله تبارك وتعالى هي المؤسسه الملكيه هي الدوله بمؤسساتها جميعا ماشي الحكومه بموقع قوه والنقابات ماشي بموقع قوه او الطبقه التعليمية ماشي بموقع قوه ماشي نبحثوا هنا عن شكون اللي قوي وشكون اللي ضعيف لا نحن كنبحثوا عن تقويه احنا بغينا خطاب سياسي متوازن خطاب هل سياسي يطمئن تعتقد... مط... قلت بانك لم تحضر هذا الاجتماع هل تعتقد بانه الحسابات السياسيه داخل الاغلبيه ربما ساهمت في في هذه الازمه او في اطاله امد هذه الازمه ربما حس... ربما تجاذبات السياسية داخل الاغلبيه ربما ايضا عدم اختيار الالفاظ داخل الاغلبيه لانه إشكالية راه عندنا السياسيين ما كيعرفوش يهضروا ان السياسيين عندما يتحدثون يحدثون كوارث طبيعيه ويحدثون زلازل ويحدثون ويحدثون حوادث بحال الحوادث اللي تقع في الطرقات اليوم انت الكلام الكلام يجب ان يكون متزن سياسي وراك رجل دوله وتمثل حكومه اذا خاصك تتكلم وتتكلم بواحد المنطق ديال المسؤوليه وديال الاتزان وما تخرج الكلمه حتى فين غاديه ماشي غير نجي ونبقى حتى الحركه حتى الجسم عندما نتحدث ونحرك الجسم عنده تعبيرات الكلام عنده تعبيرات اليد عنده تعبيرات الجسم كله عنده تعبيرات حنا ماشي اليوم تي كنتكلموا انا في منطق من منطلق كنتكلم منطلق قوه وهذا يتكلم منطلق ضعف الضعف الحقيقي هو هذا الشيء اللي واقعين فيه اليوم تي لا نجده طيب قلت ب... انه خصنا نبردوا الطرح كيف ما سميتيه البعض ممن يدافعون عن الحكومه يقولوا بانه الحكومه ربما اثبتت بما يكفي حسن نواياها من خلال العروض اللي تقدمات من خلال يعني تطمينات من خلال يعني حسن نيه ومع ذلك باقي الاضراب وباقي التنسيقيات يعني في تصعد في الشارع مش ما كتشوش باننا غنبقاو في حلقه مفرغه نشوف من هذا المنطلق هذا حنا ما بغيناش يعني نطولوا امد هذا المشكل هذا التنسيقيات من النهار الاول ولا يعني الطبقه التعليميه من النهار الاول كطالب واحد المطلب اساسي ومهم وراه قلتها لك عليه سحبوا النظام الاساسي بعد نتفاوضوا انت بقيت على يعني التجميد التجميد ما كاينش مصطلح حتى في القانون ما كاينش شي حاجه سميتها التجميد تستحق يدي الفراغ لا ماشي السنه نس... نسحبوا ونقعدوا ونقعدوا نتحاوروا رقابة الان نقعدوا نتحاوروا اتفاق وكاين جهه يعني تقريبا تم تسويتها حسب ما حصل في انت تتحاور في نظامات حكوميه يعني نجلسوا نتحاوروا نقريوا وليدات المغاربه ويلا ما عجبكمش هادشي الشيء رجعوا للاضراب هذا هو المنطق انت تتحاور من منطلق نظام اساسي موجود اصلا انت غير كتقول جمتي هو موجود طبقة الشغيلة اللي رجعتي لها كتقول لك ودي على انه هذا النظام الاساسي افرز لنا مجموعة من الامتيازات اللي تعطات الاداريين والمدراء والمجموعة من المسؤولين ولكن الاستاذ والاستاذة ما لامسهمش هذا خطابهم هما وفي ظل هذه الازمة كلها كنقولوا كنأكدوا على انه في السياسة راه ما يمكنش تحقق 90% ولا 100% من من المتطلبات كتحقق ومن بعد طالب خذ ومن بعد طالب نزل نازل شويه وانت تنازل شويه ونتلاقاو في منطقه الوسطى اما غادي يبقى غير تصعيد تصعيد ليس في صالح الوطن ليس في صالح التلميذ انا كنقولها وكان وكان من هذا المنبر هذا راه كندعي جميع الاطراف بما فيهم التنسيقيات بما فيهم الاساتذه بما فيهم المعلمين كل من يقول بانه هذا العناد عناد التنسيقيات كما يصفونه بدأ يفقدها مشروعيتها وبدأت حتى بعض الأصوات بما فيها المعارضة يعني المؤسساتية بدأت تنادي كتقول الله يجعل شي باركة رجعوا نقرأ وليدات المغاربة ومن بعد يحن الله كلمة لا هو شوف نحن كنقولوها كاملة المنطق كيقولها اليوماتية، المنطق كيقول اليوماتي على أن نغلب مصلحة الوطن ونغلب مصلحة التلاميذ من الأسدوس الأول سالة سالة ودخلنا في 2024 يعني احنا اللي بغينا بهذا المنطق هذا راه غادي لسنه بيضاء لا قدر الله واش يعني يرضي الاساتذه على الاستاذات على ان المغرب يجتاز سنه بيضاء والتلاميذ يضيعوا طبعا لا يرضيهم وانا متاكد جدا على ان اي استاذ واي استاذه سولتين ما كيرضي هذا المنطق هذا ولهذا اليوم تيا كنقول كنقولوا على انه حان الوقت حان الوقت باش ن يعني نوقفوا هذا المسلسل هذا ونطالبوا ما كاين حتى مشكل ما, ما كاين حتى شي واحد يمنعك من الحق في الاضراب، مارس الاضراب يوم في الاسبوع، مارسوا ما يوم السبت، مارسوا ما يوم الحد مارسوا ما في ايام اخرى، ولكن دخل التلاميذ للمدارس، عود الى المدرسه وناضل ايضا من اجل تحقيق مجموعه من المطالب، وكنرجع وكنقول لك على انه اولا هذا المشكلة هذا اللي واقعين فيه اليوم، احنا نجدره منذ سنوات طويله للاسف الشديد ما قدرناش داخل مجموعة من الحكومات داز ما قدرش تعامل مع هذا دي المشكل ديال التعليم بشكل جدي وأساسي ومعقول الحكومة الحالية تقول تقول تقريبا هذا الكلام ولكن بصيغه اخرى، تقول بانه انا ضحيه ديال التراكمات في هذا التعليم وانا جيت نحل المشاكل بشكل جذري. الحكومه هذه من النهار اللي تعينت وهي تقولنا ضحيه التراكمات. الخطاب انا ضده تحيه التراكمات، ضحيه كذا، ضحيه كذا، هذا ماشي انت قدامك ملف بجرد واش انت خلينا نمشي معاك في الطرح ديالك لا نمشي 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 معاك في الطرح ديالك ونقول لك يا سيدي ضحيه التراكمات انت اليوماتية في الحكومه عندك كامل الصلاحيات عندك اغلبيه مريحه لم تتح لاي حكومه في السابق عندك اغلبيه مريحه عندك برلمان ما معارضك حد فيه ما متكلم حد فيه ما قايل حد فيه شي حاجه كدير فيه اللي بغيتي عندك كل شيء ديالك يعني كتخدم باريحيه ولكن ملي جبت لنا نظام اساسي جبت لنا نظام اساسي اعوج افقد كاع ما تبقى من المدرسه في المدرسه العموميه من هيبتها واخرج لنا الاف ملايين الاساتذه 200 ميتين الف 250 ميتين الف استاذ الشارع في سابقه تاريخيه اذا انت ملي بغ... انت عندك الجراه وبغيتي تتناول هذا الموضوع الحراق جدا وهذا الملف الذي لم يرد احد الاقتراب منه كان عليك ان تدبر بواحد النظره عقلانيه وبالنظره موضوعيه وبالنظره تشاركيه على ذكر التدبير كيف تقيمون اداء الوزير بن موسى حاصلته يعني خرجاته مواقفه فيما يخص تدبير هذه والله انا شوف التمس العذر للوزير السي بن موسى لان هذا الملف ربما وهذه الحقيبه اكبر منه لان هذا الملف ديال اكبر منه هو رئيس لجنه, لجنة اللابوداج التنموي كان سفير شو. وزير داخليه سابق يعني غيجل التعليم اكبر ولكن منه ولكن ليس سياسيا هذا ملف ديال سياسي أن بن موسى ربما يملك من المؤهلات التقنية والعلمية اللي ما عندي أنا ولا عند حتى شي واحد نعترف له بذلك ادار وزاره الداخليه الاقتضاء ادار النموذج ربما المرحله المرحله لان عينا عينا عينا, عينا بالنظر وعينا يعني بالمخططات الان خصنا رجل لان هذا هو الفلسفه اللي حكمت ربما تعيس الموسى يعني خصنا رجل تقنقراطي تقني اللي ينزل هذا هاد. 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 هاد المخططات هادو. لا لا انا لا اتفق معك اليوم تي في مجموعه من الملفات خصنا رجل السياسه رجل السياسة يقرأ جربنا رجل السياسة لا 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 ما جربنا شكون ما جربنا مالك ما جربتيش الوافة ما كانش رجل ممتاز الله يرحمه مالو داز في التعليم من احسن الوزراء اللي اللي دازوا في التعليم ولا لا ترمي عليه الورود لانه ينتمي للحزب الذي ينتمي له ولكن هذا واقع اليوم تي وايضا لا انتقد السي بن موسى انا كنقولها لك ولكن ربما السياق اكبر منه ربما بزاف ديال الحوايج بن موسى لا يتقن الحديث بشكل جيد يعني باللغة التواصلية ربما مفرس أكثر من اللازم يعني ما عندوش ديك القدرة على س... على على يعني أنه يبيع البضاعة ديالو ويسوق المنتوج ديالو ما عندوش ما كيقدرش اليوم تخصك تتكلم خاصك تحاور خاصك تقنع تقنع الناس بعدا بالمشروع ديالك وهذا ال... الاقتناع هذا خاصك تكون أنت مقتنع به أصلا والدافع عليه وبن موسى ترك في مجموعة من في المحطات خلاته الحكومة وحده قالت له اذهب ربك وقاتله عاد الاجتماع ديال حسان ورجعوا كيقولوا نحن مع بن موسى وكندعموا بن موسى فين كنتوا البارح انه فين رجعتوا لليوم هناك شيء غير مفهوم داخل هذه اللخبطه كلها اللي وقعت ملف التعليم وكنقولها لك انا ان ابي ملف التعليم عن التجاذبات السياسيه التجاذبات السياسيه وان ابي ايضا عن على ان ندبروا بهذه الطريقه هذه هذا ملف ديال المستقبل ديال البلاد راه البلدان تتقدم بالتعليم تتقدم بالعلم تتقدم بمجموعه من الحوايج ما نبقاوش ندخلوا نخلطوا شعبان برمضان طيب الان هذه. ما الحل الان ما هي توقعاتكم فيما يخص يعني هذا يعني لوقف هذا النزيف وهذا الهدر المدرسي الحل المدرسة. هي الاطراف اليوماتية كلها كنقولها لا تنسيقيات ولا نقابات ولا وزارة حكومة حاسمة لن أتحاور مع التنسيقيات ولا الاشكال راه التنسيقيات النقابات كيقول لك ما واثقينش في شي حاجه ثلاث اسابيع حنا كناقشنا هذا الموضوع ولكن قاعدين ندير القيمه باننا باننا كانظرو في حلقه علش... مفرغه علاش علاش قاعدوا علش... معاهم واحد الوقت وحيدوهم واحد الوقت راه كاين ارتجال كنقولها لك انت حاسم حاسم انتهى الكلام ما نقعدش معاهم ما نعطيهمش الامل ما نفتحش معاهم الحوار انت فتحتي معاهم حوار في واحد الوقت كان ممكن ان تستمر في طويل الملف وانا كنقول لك كان أكد لك كان هذا الممكن النهار الاول هذا المشكل ما يكونش سحب النظام الاساسي رجع للور دابا اللي عطى الله عطاه صافي عطى الله اليوم اليوماتيه كندعو جميع الاطراف المتدخله في هذا الملف هذا وكندعو التنسيقيات وندعو الاساتذه كلهم الرجوع الى الاقسام والنضال استمرار في النضال ما كاين حتى مشكل ولكن رجعوا للمدرسه قرروا اولاد اولاد الشعب المغربي اللي عنده الفلوس كيقرا واللي ما عنده الفلوس ما كيقرا هذا راه اجتماعي خطير جدا حنا معاهم في المطالب ديالهم معاهم بزاف ديال الحوايج ولكن كنقول لهم الله يجعل البركه وصل صوتكم وصل صوتكم ماشي الحكومة وصل صوتكم إلى جميع المغاربة وجميع المغاربة تضامنوا معكم وأنتم جزء من الشعب المغربي وأنا جزء من أسرة التعليم وكندعم التعليم ومعاكم ولكن أيضا مع مصلحة التلميذ مع مصلحة الوطن ما يمكنليش أنا نشوف واحد عنده بناتو كيقراو في المدرسه الخصوصيه ولا ولادو في المدرسه الخصوصيه وكان خرجوا كل ولاد الجيران اللي ما فلوس كيلعبوا الكره ولا كي كيديروا هذا راه جميعا وكيبقى فينا الحال وكيطرح لنا سؤال من النهار الاول كاع سيدي اش دخل عنا حنا كاع المدرسه الخصوصيه لو كان قوينا المدرسه العموميه راه ما كرهنا كنا نقروا أولادنا في المدرسه العموميه راه كنتسلفوا وكنتلفوا وفرض علينا فرض علينا فرضا ان نمشيو نداوو في المساحات الخاصة ونمشون للمدارس الخصوصية في الوقت اللي كان علينا أن ندعم القطاع العمومي وندعم المدرسة العمومية لأن أنا نتاج لها وأنت نتاج لها وأغلب المغاربة الذين يدبرون الشأن العام هم نتاج لهذه المدرسة العمومية الجامعة العمومية التي نفتخر بالانتماء لها اليوم يجب أن ينتهي المشكلة هنا نعرج على القضية التي تهز الرأي العام الآن بقوة و تعد بكثير من المفاجآت قضية إسكوبار الصحراء كما تعرف إعلاميا كيف تتابعون هذه القضية بتفاعلاتها على المستويين القضائي والسياسي طبعا هذه القضية قضية اختمنا بها 2023 وهي أحسن ختام أن تختم بمحاربة الفساد هذا المطلب هذا هو مطلب جميع المغاربة وأنا شخصيا يعني طالما طالما طالبت بانه انه اليوم خصنا نتوجه لتخليق الحياه السياسيه تخليق الحياه السياسيه ربما مبرر وجودك الان مع يوسف الهيسي هو هذا الموضوع لانك كنت من الاصوات ربما التي تنادي بمحاربه الحياة. نعم كنت من الاصوات ولا زلت من الاصوات صدل من الاصوات التي تنادي بتخليق الحياه السياسيه وربط المسؤوليه بالمحاسبه لانه لا يمكن لهذا الوطن ان يتقدم الا اذا كان في شرفة الا اذا تم تخليق هذه الحياه السياسيه الا اذا ضربنا بيدي من حديد على من كل من يقترب من المال العام اليوم نحنا انا شخصيا والله الا سعيد جدا واعتبر احسن نهايه احسن نهايه في سنه 2022 على انه نغلقها بهذا الملف واتمنى ان يستمر أن يستمر هذا الملف هذا وأن تستمر المحاسبات وأن تستمر الرقابة وأن تستمر ربط المسؤولية طبع بالمحاسبة. طبعاً يعني الأصل هو البراءة، ولكن هل تفاجأتم بحجم وقيمة السوق يعني الرؤوس التي أسقطت هذه القضية إلى حد الآن؟ رئيس جهة، رئيس فريق من حجم الوداد، دركيون، أمنيون، برلمانيون، هل تفاجأتم؟ الحقيقة هو من ناحية المفاجاه تفاجانا ولكن إذا جيتي تشوف السياق العام هذا الشيء راه كان كاين موجود وانا كنقولها وكنأكدها كنحيي من هذا المنظر يمكن ماشي بحجم رئيس جهه ورئيس ربما يعني يعني ربما الرؤوس كبيره ربما وكان انه وزير قبل حتى هو تمشى اذا رؤوس كبيره وهذا شيء جميل جدا ويجعلنا نطمئن على المستقبل ديال هذا البلد هذا لانه اليوماتية بهذه الرساله هذه وبهذه الاشارات كنقولوا على انه لا يوجد احد فوق القانون سواء كان وزيرا سواء كان رئيس سواء كان مسؤولا كيف ما كان نوعه لا احد فوق القانون اليوماتية المغاربه كلهم متساوون لان كنا كنسمعوا غير كنمشوا غير لبعض الرؤوس الصغيره اليوماتية هناك رؤوس كبيره اين عت وهو قطاف جاء ومن بينهم هاد الناس اللي تكلمت عليهم ونتمناو تستمر هذه المسيره هذه ديال المحاربه ديال الفساد اللي دخل خارطه فيها البلاد ديالنا وتحيه للقضاء المغربي وتحيه ايضا للفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه من هذا المنبر. المالي حسب ما نقلته مجله جون افريك اعترف بتعاونه في عام 2010 مع شخصيات سياسية مغربية منهم يعني سيبعوي وسي نقل القنب الهندي في جميع أنحاء القارة الإفريقية هل يمكن القول أنا كنت على ماشي شخصية شخصيات هو أتحدث هل يمكن القول بأن المفاجآت الصادمة ربما لم تأتي بعد ممكن لأن الملف هذا ماشي جديد، ربما هذا الملف هذا تحقق فيه الفرقة الوطنية منذ ثمان شهور هذه تقريباً، م. وربما هناك من يقول على أن المشكل يعود إلى 2019، ولكن على أن التحقيق استمر لسنوات طويلة ولشهور طويلة وأفرز ما أفرز، واليوم اللي سقطوا هذه الرؤوس هذه، أكيد على أن هناك مفاجآت قادمة في الطريق لأن من اللي تكلمتي وقلتي تحدث هذا المالي وقال كذا وكذا، على أن هناك شبكة مترابطة متشابكة متعاونة عابرة للقارات عابرة للحدود يختلط فيها السياسي بالرياضي بالجنس بالمال بالسلطة هذه كلها كتعطينا واحد الخلاصة على أنه اليوماتية اليوماتية مغرب جديد وطن جديد مساءلة جديدة نحن في مرحلة جديدة وكلها اللي في راسه العجينة يتحمل مسؤوليته واللي في كرشه العجينة يتحمل مسؤوليته لانه هذا الشيء الا جيت تشوف راه اليوم خاصك تعرف الكلفه ديال الفساد شحال في المغرب 5000 مليار في السنه اللي كيكلفنا الفساد شوف هاد 5000 مليار في السنه اللي كيكلفنا الفساد لو تمت محاربته ولو تم ربط المسؤوليه بالمحاسبه ما كانت تهدر كل هذه الاموال وهذا غرق الرقم لك صغير جدا وهناك ارقام كثيره جدا مخيفه لا في معدل التنميه ولا في غيرها ولا في غيرها ان الفساد له كلفه وإذا بغيتي تقلل من هذه الكلفه ديال ولا تحاربها خاصك تفعل جميع الاليات القانونيه والدستوريه اللي كيخولها لك القانون واليوم الحمد لله هي بدات هي بدات المحاسبه هذا شيء جميل يجعلنا نطمئن ولا يجعلنا ايضا نقول على ان هذه غير حمله مؤقته موسمية. موسميه وستمر لا كنظن على انه اليوم كاين اراده حقيقيه هناك من يقارنها ب يعني حمله التطهير التي عرفها المغرب عام 96 لا علاقه لا علاقه اطلاقا لان السياق يتغير وعندنا مجموعه من المعطيات والمؤشرات التي تقول لا اليوم خاصك تعرف على انه عندنا أن واحد المعطى مهم في المغرب يمكن الدار من 2017 وهو استقلاليه النيابه العامه عن وزاره العدل عن السياسيين وهذا معطى جيد يعني يمكن صور القول بانه من, ايجابيات استقلاليه آه من ايجابيات من ايجابيات لأن النيابة, النيابه العامه وخروجها من جبهة وزاره العدل آه انا نعطيك مثال بسيط جدا لو انا وزير العدل مثلا وانت وزير العدل وطاحوا السياسيين من الحزب ديالك هل كان سيتم التعامل معهم بنفس الصرامه التي تم التعامل معها الان هنا اليوم كاين استقلاليه ديال النيابه العامه ما كاينش فلان ولا كاين فرتلان كاين المحاسبه وكاين المساءله وهذا جوهري وحقيقي وهذا اليوم تير كيخلينا كنتكلموا كيقول لك علاش من قبل وحدين كيهضروا كيقول لك ولدي على الفساد, مكان الفساد ما كان موجود كاين الفساد ولكن راه ما كانش استقلاليه عندنا ديال المؤسسات اليوم دي كاين استقلاليه ديال النيابه العامه ها هي بانت وها هما الملفات ولاو كيمشوا ها هو حتى شي واحد ما تلفوا بالقانون وأتحدى اليوم لان هذه الخطابات خاصنا نقطعوا معاها اليوم اللي بغى يخلعك يقول لك فلان في راه في دو القضاء فلان في راه في البوليس الأخوة خويا اليوم في المغرب ما كاين حتى شي واحد في القضاء ما كاين حتى شي واحد في البوليس القضاء مستقل النيابه العامه مستقله الفرقه الوطنيه مستقله والدليل ها هو لان هذه الخطابات راه كتروعنا حنا كمغاربه وكتخلعنا وكتعطينا الياس وكتعطي الاجيال القادمه الياس ملي كيجي واحد يقول الفساد متغول طبعا و... وب... و... والتغول ديالو ربما يعني ولا فوق المؤسسات هذا هاد... خطاب كيتقال ولكن راه ماشي صحيح الله يجازيك بخير راه ماشي صحيح لا ربما ما نهولوش ولكن ما نهولوش من ربما يعني اه ان صح التعبير اخطبوطيه ربما هذه الشبكات هادو واش كاين اخطبوط حنا راه مشو كنتحدثوا حت دابا على رئيس جهه كنتحدثوا على برلمانيين على 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 دراكيين على على امنيين على رجال اعمال يعني هذا اخطبوط حقيقي لا طبعا اخطبوط حقيقي وهذا هو دابا شوف من كتختلط السياسه المال بالسياسه النتيجه هي هذه اللي كيدخل شي طيب على ذكر هذه هاد, هاد, هاد النقطة اللي تحدثت عليها أستاذ بوعيدة كيف تقيمون أن الحزب أصر والمعاصرة شئنا أبا بينا وشاء أو أبا هو معني بهذا 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 القضية قضية إسكوبار الصحراء كيف تقيمون تعاطي هذا الحزب مع هذه القضية؟ إلى الآن التعاطي ديالو أنا يعني أتحدث من خارج حزب الأصر والمعاصرة كأي مواطن مغربي التعاطي ديالو إلى الآن مزيان أنا خرج واحد البلاغ ولا بيان ولا سميه ماشي بيان المجلس بيان الوطني بيان المجلس الوطني معالي الوزيره الـ الامينه منصوري. العامه او رئيسه المجلس, المجلس الوطني فاطمه الزهراء المنصوري كان بيان واضح على ان لا احد فوق القانون على ان الحزب ياخذ مسافه مع هؤلاء المتابعين وعلى انهم راه الحزب رأى كيقول راه ما واحد فوق القانون انا كيبان البيان مزيان ولكن ربما هذا البيان حتى توقيعه حتى توقيعه من طرف فاطمه الزهراء المنصوري إشارة ذكية وجميلة جدا هناك من يرى فيها يعني ربما أثارت كثير من علامات استفهام لماذا يعني ربما ليس الأمين العام هو الذي وقع ربما هذا البلاغ الأمين العام وزير للعدل ####النيابة العامة ليست بيده... ولكن كيبقى وزير للعدل إذا ربما أحسن ينأى بنفسه أنا رأيي ولكن كنقول على أنه من الأحسن أن وقعته فاطمة الزهراء المنصور لاعتبارات كثيرة لا دا داعي للدخول في التفاصيل لأن في التفاصيل يوجد شيطان... يعني لانه كان القيل والقال لاحد الان يعني المنتقدين ربما او لا يعني المتتبعين لهذه القضيه يقولوا بانه السي وهبي المعروف بالخرجات ديالو بانه يعلق على جميع القضايا ربما الان الصمت ديالو ربما يطرح اكثر من علامة استفهام هذا هو في النقاش وحتى انه لم يوقع هذا البلاغ ربما هنا فين كاين فين كاين ربما العلامات الاستفهام اللي طرحت في انتظار طبعا الموقف ديالو واشوف الا بغيت واش تتكلموا الصراحه وانا جيتك هنا الصراحه ديالك انت واخا مع إحترام التام للمراكز وللمناصب وللشخصيات شادي يخرج يقول أش# يخرج# يقول# هذا فيه عضو مكتب سياسي ورئيس جهه اش غادي يقول؟ اش يقول؟ هادو مدانين ما خال يعني اصل, لو أصل في البراءة اصل البراءة لا دستوريا ولا قانون المسطرة الجنائية عندنا ولكن كاين شبهة اليوم كاين متابعة كاين دلائل كاين قرائن تحيلنا لا غير المقصود هو انه البلاغ اللي يصدر باسم المجلس الوطني بكل بساطة يصدر باسم الأمانة العامة وينأى وينأى بالحزب بنفسه عن هذا هذا التقدير ديالهم هما ما نقدرش أنا نقراه ما نقدرش نقول لك كان خاصو يكتبوه هو ولا ما كان خاصو يكتبوه إحنا غير كنقراو السياقات السياقات أما الحديث ديال السي عبد اللطيف وهدي وهبي لا يستطيع أن يتحدث طيب هذا يطرح أيضا مسؤولية الأحزاب في تزكية يعني ربما بعض السياسيين أو بعض المنتخبين كنعرفوا بانه يعني هناك نوع من 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 يعني ل ل ل اصرار الاحزاب على وهذا من حقها بموجب الدستور على تصدر نتائج الانتخابات اللي قياده الحكومه وبالتالي ربما شفنا واحد الظاهره مؤخرا خلال السنوات الماضيه بانه التزكيات ربما ما نعيشه اليوم نراه اليوم ربما نتيجه ديال هذه التزكيات او النوع من التزكيات شوف هذا هو السؤال عوق الازمه اليوم هي الاحزاب تتحمل كامل ولا نعمم طبعا لا نعمم لا نعمم ولكن اجي معايا انا جربت الانتخابات في 2011 في 2015 وفي 2021 للاسف الشديد الاحزاب كنقولها صراحه راه ملي كتقرب اللحظه الانتخابيه راه ما كيقلبوش على شي واحد كيقلبوا على مشكاره وانت تعلم وتعرف لان كاين شبهات اليوم هذا حنا كان في العالم مفتوح جدا كنعرفوا على ان هاد المتشكره اللي جابوا ولا هاد مول الفلوس راه فيها شبه الفلوس سواء كانت من المخدرات سواء كانت من طرق غير مشروعه وما على ذلك يجيبهم لماذا؟ لان الاحزاب كتراهن على كسب المقاعد باش تدخل الحكومه بالله عليك كيف للفساد ان تمتطي صهوه الفساد لتصل الحكومه وتدفع تدافع على البلاد؟ بالمنطق بالمنطق انت شاري بالملايير وشارب وعاطي كل ديال المخدرات كتصابين لك في الحزب وكيمولوه لك كيفاش بغيتي تتكلم معاهم؟ أنا كيدخل المال في السياسه وكنوصلوا للبرلمان وكنوصلوا للحكومه وهذو كامل المحصله ديال الفساد وبغيتهم في التالي يدافعوا على مصلحه البلاد وعلى مصلحه الوطن بالمنطق. هادشي ما كاينش في دول اخرى. راه غير هنايا في المغرب. مع استثناءات قليله جدا. ترى ما كيقلبوش على الكفاءات لانه كيقول لك انت كاستاذ جامعي ولا كمحامي ولا طبيب ولا اي حاجه كيقول لك ما غاتجيب ليش الاصوات اش غندير بك وهذا واقع مسؤوليه ما المو... تحمل المسؤولية في المواطن شو... ايضا ما كاتحملش المواطن اللي خدم 100 درهم و متفق معك ما كتحملش في غير الاحزاب المسؤوليه وان كانت تحمل الجزء الاكبر بل يتحمل فيه المواطن المواطن تحمل فيه الجزء الكبير من المسؤوليه وطبعا ملي كنقول المواطن المواطن راه كاين سياقات معينه للاسف الشديد كتحاصرنا كيحاصرنا الفقر كيحاصرنا الجهل كيحاصرنا نتاج ديال سنوات طويله من التراكم انتجت لنا مواطنا يائسا لا يثق في النخب السياسيه وكيثق شوف مواطن كيثق كي في خنشه ديال دقيق ولا كيثق كي في 4000 ريال اكثر منك لانه كيقول كي لك سيدي هذاك ما غاديش نشوفه وراه اليوم خصنا نرجعوا الثقه في الحياه السياسيه أنا كيناش بنادم كتكلم معاك لك أش غادي يعطيني أحسن لي نشد عنده 10000 آلاف ريال ولا خلش ديال الدقيق ولا بيدو الزيت أحسن من لي أنا ما رايو ما رايو ما غادي ما غادي نلقاه هذا خطر جدا كتب خطر على الوطن كتب أحدهم يقول أن الأكثر خطورة من ما حدث هو الضربة القوية التي أصابت السياسة في بلادنا أو على الأصح الصفعة الفاضحة التي هوت على مخطط جرى اعماله منذ سنوات قليله بغايه تفريخ نخب انتخابيه وسياسيه مختلفه لتمييع فعل السياسه وافراغ المؤسسات التمثيليه والتنفيذيه من النخب الجاده والمناضله، ربما هذا الكلام يذهب في سياق ما تتفضلون به الان. نعم، احنا اليوم زمان احنا نعيش هذا التميع ديال الحياه السياسيه. جزء من هذا التميع كنشوفوا اليوم والنتيجه هي هذه، رئيس جهه و برلماني سابق ورئيس نادي محترم وراء القضبان هذا جزء من ماذا؟ وزير سابق أيضا وزير سابق والبقية ستاتي إذن هناك نتاج ديال مجموعة من التراكمات اللي ميعاتنا الحياة السياسية وللأسف كنقول لك راه ما